حياكم الله مشاهدينا الكرام، طبتم وطابت اوقاتكم واهلا بكم في هذه النشره الاخباريه الجديده من قناه حضرموت الفضائيه. نبداها بابرز العناوين. رئيس الجمهوريه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني للمملكه. رئيس الوزراء يلتقي السفير الامريكي لدى بلادنا ويناقش مستجدات الأوضاع مع حكومة تصريف الأعمال. رئيس الوزراء يستقبل ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. السعودية تسمح تدريجيا بأداء مناسك العمرة والزيارة بدءا من 4 أكتوبر المقبل. القيادات السياسية والتنفيذية والقبلية والمجتمعية والعسكرية والأمنية وقطاعي المرأة والشباب تصدر بيان لقائها الموسع بالمكلا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى 90 لليوم الوطني للمملكة. وأشاد رئيس الجمهورية في برقيتي التهنئة بالنجاحات وبالإنجازات التي تحققت للمملكة في عهد الملك سلمان وولي العهد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وبدورها المحوري الهام على المستويين العربي والدولي، مؤكدا على عمق العلاقات اليمنية السعودية الضاربة في جذور التاريخ وعلى مكانة المملكة وما تمثله من قيمة وأيقونة للعالم العربي والإسلامي. وعبر الرئيس هادي باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني عن أحر التهاني وأصدق التبريكات للمملكة وقياداتها الحكيمة بمناسبة العيد الوطني، متمنيا لهم وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هينزل العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، ومنها ما يتصل باستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال تشكيل الحكومة الجديدة. ونوه رئيس الوزراء بالدور الأمريكي الثابت والداعم لشرعية والشعب اليمني، وبدوره جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، وحث الأطراف على الانخراط بإيجابية في العمل معه. استعرضت حكومة تصريف الأعمال في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية والأولويات القائمة للتعامل معها. وأحاط رئيس الوزراء أعضاء حكومة تصريف الأعمال بتقرير شامل عن تطورات الأوضاع في مختلف المجالات والالتزامات الواجب القيام بها حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والجهود المبذولة لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة حثيثة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. ونوهت حكومة تصريف الأعمال بالإجراءات التصحيحية التي أعلنها البنك المركزي اليمني والمتضمنة إيقاف تراخيص شركات صرافة وشركات الحوالات المالية ضمن الجهود المبذولة لوقف حالة التدهور وكبح تراجع قيمة الريال اليمني أولاً، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن. ووقفت حكومة تصريف الأعمال أمام الأوضاع الخدمية في المحافظات المحررة والجهود المبذولة من الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه. استقبل رئيس الحكومة ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع في إطار استكمال المشاورات مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد الخطوط العريضة والأولويات الملحة لعملها بما يراعي دقة المرحلة وطبيعة التحديات التي يواجهها المواطنين. وتدارس اللقاء المتطلبات الواجب مراعاتها في أولويات الحكومة الجديدة بما يستوعب خصوصية أهمية محافظة حضرموت والرؤى والأفكار لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل المواطنين خاصة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير البيئة الملائمة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية
الاستثمارية المتاحة في المحافظة كنموذج متميز للنجاح التنموي. ووضع رئيس الوزراء المكلف ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع أمام صورة كاملة عن مسجدات تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة والخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع الترتيبات العسكرية والأمنية. بدورهم أكدوا ممثلو مؤتمر حضرموت الجامع على أنهم سيكونون داعمين لرئيس الوزراء المكلف في استكمال كل الخطوات المتبقية لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة. بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان عمر عبد القادر باوزير الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الفن والثقافة والموسيقى. وأشاد رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى نجل الفقيد عماد وإخوانه وكافة آل باوزير بالدور الفني والوطني لفقيد الأغنية اليمنية عمر باوزير وما قدمه خلال مسيرته من أعمال لخدمة التراث والفن وإبراز الأغنية اليمنية عامة والحضرمية بشكل خاص، ومعبرا عن حر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصدرت القيادات السياسية والتنفيذية والقبلية والمجتمعية والعسكرية والأمنية وقطاع المرأة والشباب بيانا موجها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاستجابة الفورية والسريعة لاستحقاقات أبناء المحافظة. وأشار البيان إلى الالتزام الفوري بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات التوليدية للكهرباء بالمحافظة للتخفيف عن معاناة الناس، مؤكدا على سرعة تسديد قيمة الطاقة المشترى التي أثقلت كاهل السلطة المحلية بالديون وتوفير قطع الغيار والزيوت ومستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بصورة عاجلة. وألزم البيان الحكومة بسرعة إنشاء محطة 100 ميجاواط التي وجه بها رئيس الجمهورية والصرف الفوري لمرتبات الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة بصورة عاجلة وتعزيز دور أجهزة الأمن في وادي وصحراء حضرموت وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. وشدد البيان على ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة لتجفيف منابع الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد والإعلان بشفافية على الإيرادات المحلية والحكومية وسرعة إعادة فتح مطار ريان الدولي بالمكلا للتخفيف عن المواطنين عناء ومشقة السفر. وأكد البيان على أنه في حال عدم إيفاء الحكومة بما عليها من التزامات تجاه المحافظة يتم توقيف تصدير النفط من حقول حضرموت وميناء التصدير بالضبة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل حتى تفي الحكومة بالاستحقاقات والمطالب الكاملة لأبناء المحافظة. أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمشاركة كافة القيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والقبلية والمجتمعية والشباب والمرأة من عموم حضرموت في اللقاء الموسع للوقوف على احتياجات واستحقاقات المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء مؤكدا على أهمية إشراك مختلف القيادات من خلال إبداء آرائهم ومقترحاتهم في اللقاء وتوحيد كلمة أبناء المحافظة وتعزيز الموقف للمطالبة باستحقاقات ومطالب حضرموت. وعبرت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء عن تأييدها المطلق لكافة القرارات التي جاءت في اللقاء الموسع الرامية لتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء وأمن الوادي. وفي سياق متصل التقى المحافظ البحسني بالمكلا عددا من وجهي ومشايخ وأعيان المديريات الغربية وعدد من مديريات المحافظة. وأكد المحافظ البحسني أهمية إشراك جميع وجهاء وشرائح المجتمع في مختلف المديريات في إبداء الرأي والمشورة وتعزيز لحمة أبناء المحافظة لاتخاذ قرارات موحدة من شأنها تعزيز موقف المحافظة لتلبية المتطلبات والاستحقاقات الضرورية
واستمع محافظ حضرموت من الحضور إلى أبرز متطلبات مديرياتهم، مؤكدا مساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لجهود إعادة إعمار المشاريع المتضررة في المديريات الغربية وإنشاء المشاريع الضرورية في مديريات المحافظة. بدورهم أكد وجهاء وعيان وما قدمت المديريات الغربية مساندتهم لمحافظ المحافظة لنيل متطلبات المواطنين ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في السلطة المحلية ووجهاء وأبناء حضرموت عموما للخروج بموقف موحد يضمن الحصول على مستحقات أبناء المحافظة. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري من انتزاع 1464 لغما، وبلغ إجمالي ما جرى نزعه من بداية المشروع حتى الآن أكثر من 168 ألف لغما راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء. اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد شؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي على نشاط فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت والصحراء، وتعرف وكيل المحافظة المساعد من مدير عام الفرع علي بن يوسف على سير العمل من خلال الأداء الرقابي على كافة المؤسسات الحكومية والجهود التي تبذل للارتقاء بأداء الجهاز ونشاطه نحو الأفضل. وأشاد الوكيل التميمي بالجهود التي تبذلها قيادة الفرع من أجل تمكينه من القيام بمهامه وواجباته العملية على أكمل وجه، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة له وفق الإمكانيات المتاحة ليتمكن من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المحلية بالصورة المطلوبة. افتتح وكيل محافظة المارة المشرف على قطاع التعليم بالمحافظة صالح بن عليان مركز ذي النورين للعلوم الشرعية بالمحافظة، وعبر بن عليان عن شكره لمكتب الأوقاف والإرشاد على هذا العمل الذي يخدم كتاب الله عز وجل وعلومه الشرعية، داعيا كل أبناء المحافظة والساكنين فيها إلى الالتحاق لمثل هذه المراكز التعليمية والاستفادة منها، مؤكدا دعم السلطة لهكذا مراكز تعليمية. أعلنت المملكة العربية السعودية السماح تدريجيا بأداء مناسك العمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين على أربع مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الرابع من أكتوبر المقبل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة فيروس كورونا. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق اعتمرنا الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام رياضيا، حيث تمكن فريق فرتك حصوين من هزيمة مستضيفه نادي خيبل بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال منافسات الجولة الأولى لدور الأندية المهرية. وسارت مجريات المباراة من خلال تسديد نادي فرتك ثلاثة أهداف في شباك خيبل عبر عبد الواسع محسن في الدقيقة الخامسة الأولى من عمر المباراة، ومحمد صالح خليفة في الدقيقة الخامسة والأربعين، وعامر عبد الله في الدقيقة الثمانين، فيما سجل خيبل هدفه الشرفي الوحيد عبر محمد خالد في الدقيقة السادسة والخمسين. ختام النشرة مشاهدينا الكرام إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني للمملكة. رئيس الوزراء يلتقي السفير الأمريكي لدى بلادنا ويناقش مستجدات الأوضاع مع حكومة تصريف الأعمال. رئيس الوزراء يستقبل ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. السعودية تسمح تدريجيا بأداء مناسك العمرة والزيارة بدءا من الرابع من أكتوبر المقبل. القيادات السياسية والتنفيذية والقبلية والمجتمعية والعسكرية والأمنية وقطاعي المرأة والشباب تصدر بيان لقائها الموسع بالمكلا. في ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها على حضراتكم من استوديوهاتنا من المكلا،
تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل. وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حضرموت تي في، وبإمكانكم مشاهدة البث الحي للقناة على موقعنا في اليوتيوب. دمتم في أمان الله.